تقي حليمة الرجل ديالي شرى واحد البقعة في الدار البيضاء في سيدي معروف الثالث، مني مات بقاو الوراق عند لاجونس، عندي ان كومبرومي داشار وعندي تو مي روسو اي تو مي شيك اي تو لي فيرمون، دونك إلا بايي 24 موا en mensualité et on a donné 50% d'un compte. Le moment où on a arrangé l'art de Bkat Fidin, l'agence. L'agence, il y a l'art de Diali, l'art de l'ouart de Diali ou l'a dit Bahoum. Ou l'année quand là on a battu, mais je mouche. Ou mini quand on a fait l'homme qui a goulé que la macan à Fouch. Qui fait ça? On a dit même Khalsach. On a dit Khalsach d'Oise à Diali ou Khalsach d'Oise ou Khalsach par la Banque Populaire du Maroc. ودابا هادي 10 سنين وانا كنطلع من 2004 وانا كنطلع كنهبط وشي ما صورته، كتبت للرباط، كتبت للوزاره، كتبت لكل شيء وحتى واحد ما عطاني جواب. 20 عام ولادي ما دخلوا المغرب، عندي ولادي ووليدات وليداتي وحنا ضايعين هنايا. 20 عام هادي ما بنيت الارض ديالي، ما استغلت فيها، ما بنيت الدار ديالي، ما دخلت المغرب، كنمشي عند الناس. كيفاش بغيتي تدخل ولادك عند الناس او لا تدخل بناتك عند ولاد الناس؟ هذا الشيء ما يمكنش. اليوم كنطلبوا من سيدنا يوقف معنا ويعطينا حقنا، احنا مهاجرين هنا ومهاجرين في البلاد. ما غاديش نقول لكم ضايعين في الهجرة، وإما ضايعين في بلادنا، بلادنا اللي جتنا فيها وكبرنا فيها وضيعنا فيها، حقنا ضاع. واش غنبقاو هنا حتى نموتوا كاملين؟ فين غادي نمشيو؟ فين غادي يودوا صندوق؟ فين هذا غادي ندخلوه؟ كيفاش حنا ضايعين هنايا؟ بغينا الأرض ديالنا، بغينا السكنة، كنشريو السكنات، ما كنشريو حتى شي حاجة، خاصنا السكنة ديالنا. بني نمشيو فين ندخلوا؟